ادخل. ممكن؟ نعم مدام، شو بتريدي؟ بدي اياك. عفوا، احترمي حالك، انت قاعدة بدائرة حكومية. بدي اياك توكلي هالطلب اذا بتريد. طلب؟ طيب انت خليني انا براجعه بوكلك وبتاخذيه من عند السكرتيرة. ما بقدر، مستعجلة كثير، لازم اخذه معي هلا. طيب خلص، انتظريني بمكتب السكرتيرة بس لبين ما ادرس الطلب. طلبي سهل، ما بده دراسة، ولازم تكون حافظه عن ظهر قلب. قلب وسيم وسيم، قلبي عم يعوي، قلبي رح يسلط. عم تقول لك طلبها سهل؟ سهل اكثر ما بتتصور. عفوا، ارجوكي يا مدام، ارجوكي. مدموزيل، من فضلك. طيب ممكن يا مدموزيل تتفضلي تستنيني عند السكرتيرة لبين ما وكلك الطلب؟ لا 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 لا، ليش لا اطلع لبرا؟ اذا شغله ممتوله خليني هون قاعده مع الاستاذ لبين ما حضرتك توكى الطلب. امل 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 درويش وسيم. حلو، معك سيجاره يا اسمك ايه؟ عم تدخن. ولعلي، قلت لك ما عم تدخن. انا باردون، فكرتك عم تقلي ما عندك دخان. سبقتني يا ملهون. لو سمحتي يا مدام، تفضلي. وين انا؟ انا موافق. يلي بدك اياه موافق لك عليه، تفضلي. الله معك. ميرسي كثير. اكتب لك اياه ولا حفظته؟ لا، شو هذا؟ عنوان بيتنا. لا عفوا، هيك طلبات ما بدها عناوين، نحن بناخذها بدون عناوين. بس طلبي انا غير شكل. ايه طيب ماشي، لو سمحتي تفضلي، احسن منادي للمستخدم مش حطك لبرا. درويش، برافو برافو، عظيم عظيم عظيم. شو هذا برافو؟ انسة امل، انا متاكد انه حيكون لك مستقبل فني رائع. شكرا استاذ. يا حبيبي، كمان انت اسمك امل؟ انا امل استاذ، امل هواو يطيرك. يا امل سكرتيرتي، شو عمل فيها؟ انا ما عملت شيء، المكياج اللي عمل. خلك يعني حليشة. عجبتك؟ بحكي منيح. عجبتك استاذ؟ ما المهم تعجبيني الي، المهم تعجبي المخ. امسكوا لشوف. ها، هي مشهدك. يلا، هي مشهدك. احفظوا منيح، بدنا نعمل بروفا. وما بده يجي ابو رشا؟ مين ابو رشا؟ المخرج. 60 اجا وما اجا مثل بعضها. يلا نبدا نحن. بعدين بدي اشوف.